رسميا النادي العربي القطري الذي يضم لاعب منتخبنا عمر السومة يعلن عن صفقة قوية جدا جدا جدا، ويتعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان رافينيا الكانتارا قادما من باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وسيجاور هذا اللاعب البرازيلي ابن السليساو البرازيلي يوسف لمساكني خلف عمر السومة صانعين لعمر السومة. فهل سيفيد هذا اللاعب عمر السومة؟ وهل سيتطور أداء عمر السومة تبعا لقدوم هذا اللاعب؟ وأخيرا والحمد لله رب العالمين، محمد عثمان يعود لقائمة منتخبنا الوطني، وسيشارك محمد عثمان في بطولة الأردن الودية، وبمصادر موثوقة سأذكرها بإذن الله تعالى في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير وصحة. معكم على ومن قناة على يوتيوب بقناتي أنزل محتوى رياضي سوري. إذا أنت مهتم بهذا المحتوى لا تنسى ضغط لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة، وخلونا نبلش بالفيديو. رافينيا الكانتارا يعتبر من اللاعبين الذين ارتدوا أقوى القمصان الأوروبية، فبدأ مسيرته الاحترافية في برشلونة بعد أن قدم من أحد الأندية البرازيلية، ثم ذهب لسيلتا فيغو، ثم ذهب لإنتر ميلان، ثم قدم إلى باريس سان جيرمان، ثم ذهب إلى ريال سوسيداد كإعارة، والآن العربي اشتراه من باريس سان جيرمان. ولما نقول مثل قميص برشلونة وانتر ميلان وباريس سان جيرمان، مو يعني انه مثل هذول القمصان ولعب مع هذول النوادي لمدة شهر او شهرين او ستة اشهر او سنة وخرج. انت تتكلم عن لاعب مثل قميص برشلونة 9 سنوات متتالية من 2011، حيث قوة برشلونة وانتفاضته هنالك على الساحة الاوروبية في ذلك الوقت من 2011 الى 2020 كان رافينيا الكانتارا مرتديا لقميص برشلونة وممثلا لهذا الفريق. واللي متابع الكرة الاوروبية اكيد يعرف لاعب ليفربول وموهبة ليفربول وافضل لاعب وسط في ليفربول تياغو الكانتارا. هاي الموهبة وهذا اللاعب الجبار هو يصير شقيق رافينيا الكانتارا، شقيقه من الاب والام، فهم يعتبرون عائلة كروية بحتة. واذا اقولكم المنتخبات اللي مثلها هذا اللاعب راح تتفاجؤون وتفتحون اثمكم وراح تنصدمون، لانه هذا اللاعب مثل منتخب اسبانيا ومثل منتخب البرازيل. ايش شلون منتخب اسبانيا وشلون منتخب البرازيل؟ مثل منتخب اسبانيا للاشبال، ومثل منتخب اسبانيا للناشئين، ومثل منتخب البرازيل للشباب، ومثل منتخب البرازيل للاولمبي، ومثل منتخب البرازيل للرجال. وفي قوانين الفيفا يحق للاعب ان يمثل منتخب آخر بشرط أن لا يمثل نفس الفئة العمرية اللي لعبها. مثلا لو هذا رافينيا الكانتارا مو لعب مع الأشبال بمنتخب إسبانيا، ما يحق له يمثل أشبال البرازيل، ولكن يحق له يمثل أولمبي البرازيل أو شباب البرازيل أو رجال البرازيل. فهمتم شلون؟ فهذا اللاعب مولود بالبرازيل وعاش بإسبانيا، فصارت المنتخبات اللي مثلها مكسة. وأكيد أنا ما قلت مسيرة هاي اللاعب فرحا بي، لأنه أنا شكاري بي، شكاري بالبرازيل وشكاري بإسبانيا، ولكن قلت مسيرة هذا اللاعب لأعلمكم حجم اللاعب الذي سيقف خلف عمر السومة ويعطيه الكرات ويمدده بالكرات في قادم الأيام مع النادي العربي القطري. فهذا اللاعب يلعب بمركز رقم 10، مركز الوسط الهجومي، مركز صانع اللعب. أتوقع وبإذن الله تعالى والمعطيات تقول كذلك أن عمر السومة سيزداد تألقا وسيزداد تسجيلا في الأيام القادمة بعد قدوم رافينيا الكانتارا، خاصة أن عمر السومة ويوسف المساكني بعض الجماهير أو جل الجماهير تتهم يوسف المساكني بالأنانية أمام عمر السومة. فأتوقع إن شاء الله بعد قدوم رافينيا الكانتارا راح تكثر فرص تسجيل الأهداف للعقيد عمر السومة، وبالتوفيق للاعبنا مع النادي العربي القطري. فبحسب شبكة جلوبال سبورت الإعلامية وبحسب الإعلامي الموثوق ناصر بكار، أن محمد عثمان قد تواجد اسمه في قائمة منتخب سوريا التي أرسلت إلى الأردن، وأن محمد عثمان قد تمت دعوته بشكل رسمي من جانب كادرنا الفني للقدوم وللمشاركة ببطولة الأردن الودية. الحمد لله رب العالمين، عاد محمد عثمان بعد غياب طويل كان سببه عدم وجود نادي له، والآن بعد توقيعه مع نادي لامفون واريور التايلندي عاد محمد عثمان ولله الحمد والمنة إلى أسماء وقائمة منتخبنا الوطني. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى تكونوا انبسطتوا، أشوفكم عن قريب. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.